إذن هاي الفورم بادي جرانيولوما الموجودة بالسمول انتستين characterized by presence of the multinucleated giant cells اللي هي فورم بادي giant cells وأيضا موجود فيها macrophages والانفوسات. خلينا نكبر شوي على عندك هاي magnification على 40 the presence of هاي البنص multinucleated فورم بادي giant cells عبارة عن fusion مع several macrophages وتكون irregularly arranged irregularly arranged nucleus مالتها تجمع irregularly at the center of the cells وهاي واحدة ثانية ايوه اذن وهاي عندك هاي عندك واحدة ثانية وهاي عندك واحدة ثالثة اوكي ايضا presence of epithelial tissue side ذني شوي لون الدو طاخ هاي عندك مرة ثانية هاي foreign body gran foreign body giant cells هاي صندوق مالتها ذني مثلا هاي عندك ذني عبارة عن الليمفوسايت هاي تحت عبارة عن الليمفوسايت يمكن شوية بيها سراوندد باي الليمفوسايت عمي هاي احفظ واكتب ما هذا فورم بادي جرانيولوما